في السوشيال ميديا وفي المواقع وفي بعض الاخبار المضروبه. هتكلم عن قصه كابتن خالد بيبو بس لوحدها كمدير للكره، بس ده في وقت يعني بعدين، لكن انا بتكلم دلوقتي على بعض اللاعبين اللي طالهم هجوم شديد جدا خلال الفتره اللي فاتت، ومعرفش ليه. يعني انا بلاقي مثلا قفشه ناس زعلت منه مثلا على اساس ان هو عمل اتنرفز بعد نهايه المباراه، راجل اعتذر، فجمهور الاهلي بيتقبل الاعتذار وخد العقوبه وكل حاجه تمام. الشناوي الراجل رايحه الماتش اللي فات، علي معلول الراجل رايحه الماتش اللي فات، فقال لك دي قصه وحكايه واتخانقوا ومسكوا وعملوا الهيصه اللي انت عارفها. خليني اخد من اخر سؤال للكابتن حشيش وادخل على المدخل ده. اولا يا كابتن اسلام، يعني لابد ان احنا دايما في النادي الاهلي احنا بنفصل ما بين حاجتين ونتكلم دايما في حاجتين، لا تهوين ولا تهويل. مظبوط. اللي هو ما قللش من خساره النادي الاهلي لاي بطوله، لان خساره النادي الاهلي لاي بطوله ده شيء مش منطقي. مظبوط. لان النادي الاهلي دايما التارجت بتاعه هو انه يلعب على البطوله. يلعب على البطوله. ده ما قللش ابدا من فكره خروج النادي الاهلي من اي بطوله. صحيح. انما ما هولش منها بقى. لان النادي الاهلي لا يسقط. مفيش حاجه اسمها انت سقوط. قلت المعنى صحيح. او العنوان اللي احنا عايزين نوصله بالظبط، لا تهويل ولا تهوين. احنا معيارنا يعني هقول لحضرتك على حاجه، لما مارسيل كولر اتكلم بطريقه انه مفيش حد بينافس على كل حاجه، انا واحد من الناس قلت كان ممكن تتقال بطريقه هي يعني بطريقه تبين للناس ان انت زعلان ومش واخد امر عادي. يعني انا واحد من الناس انتقدت يعني نفس الكلام ممكن يتقال بس بطريقه مختلفه، تحسسني انت هو الاجانب كده بس النادي الاهلي مش كده. هي يعني الاجانب ما بيزودوش يعني ما بيزودوش، بس الاجانب برضو بيعمل الصح طبعا، بيعنف لاعيبته طبعا، لكن بيحميهم في المؤتمرات طبعا. انا اقصد لو فاكر نفس الحته دي فايلر لما مره قام في مؤتمر الصحفي وقال لك احنا عايز يكسر عشان ما نلعبش بلاي ستيشن، عايز يكسر على طول بيلعب بلاي ستيشن. الفكره اللي هو هو الفكره كان وقتها متصدر الدوري بفارق 20 بونت وكان بعد الماتش، كان مؤتمر صحفي في ماتش في الدوري. اقصده هنا يا ايمن، اللي اقصده هنا هو انك النادي الاهلي معاييره مختلفه. فاللي هو انت لا تقلل ولا تزود. اما بقى دي جمله رائعه. فكره بقى في الهجوم على لعيبه النادي الاهلي، الناس متعوده بره النادي الاهلي ان هم يداروا على الغلط، لحد ما بيوصلوا لمرحله ان الغلط بيولع في كل اللي حواليه فيبدا يعترف بيه. النادي الاهلي بيضرب على طول. النادي الاهلي بيضرب على طول بمعنى ايه؟ الغلط، في غلط حصل، في غرامه حصلت، الموضوع انتهى. بالظبط. وفي بعض الاوقات، بس مهم جدا عشان الناس بتسال في هذا الامر، في بعض الاوقات من الممكن الاعلان وفي بعض الاوقات الاخرى ما بعلنش. ده بحسب معايير انا شايفها وانا مقدرها كمدير حاله الاخلاق. المشكله خالد ان دايما الاهلي دايما في تربص. ده طبيعي. لاي حاجه في تربص. ده طبيعي. من يعني ما بنشوفوش يا استاذ عصام مع انديه ثانيه. لا مش يعني هتشوفه، لان ما حدش عنده نفس طاقات المنافسه ويبقى طويلا التاريخ في المقدمه. صحيح. احنا لازم ازقل عليك اي حاجه. اي حاجه. ودورنا احنا بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي. أيوة. اسلام، احنا بنقول الناس النادي الاهلي بيعاقب، النادي الاهلي اموره بتنتهي وقت ما بتبدا. يعني حصل صحيح. مشكله بعاقب اللي قدامي وبتعامل. هو في افضل من ان انا كلاعب اجي تاني. انا قلت الكلام ده امبارح لان انا اتكلمت مع عفش. المهم يعني انا جيت في حاجه، ان انا افضل من ان اللاعب يجي تاني يوم ويقول يا جماعه انا معتذر، راح للمدير الفني وقال له انا اعتذرت او بعتذر منك على اللي حصل مني اللي انا عملته امبارح، ومتقبل الغرامه، هو بيتقبلها كده كده يعني. فتعرف الناس ساعتها يا استاذ عصام قالوا لي